هي ليك تحية المستمعين اكس خسافة متابعي شارع التونسي. جزء ما نحكيه على منطقة تبادل تجاري حر مقترح يجي لإنشائها في جهة القصرين، والأكثر تفاصيل على إمكانية إنجاز هذا المشروع. معنا والي القصرين سيريدا ركباني، شاتينا أكثر تفاصيل. صباح النور، أهلا وسهلا سيد الوالي. صباحكم بالخير، بارك الله فيكم، مرحبا. وصباح الخير للساده المستمعين الكل، بارك الله فيكم. مرحبا بك بس سيد. لو تسمح نعرف بالدوره الاولى اللي وقعت. هي الدوره الاولى وقعت في العاصمه الجزائر نهار 39 و29 و30 جانفي 24. الدوره هذه اسمها اللجنه الثنائيه. علاش نحب نقرا العنوان؟ خاطر عنوان يلخص كل شيء. هي اللجنه الثنائيه التونسيه الجزائريه لتنمية وترقية المناطق الحدودية. أها واضح. معناتها العنوان يلخص الموضوع اللي يمكن على خاطره الشقيقة الجزائر. هي لجنة ثنائية تونسية جزائرية لتنمية وترقية المناطق الحدودية. وقع الاجتماع هذا باش أول حاجة نحاولوا خلق فرص شراكة واستغلال الإمكانيات المتاحة وسد العزلة، معناتها للمناطق الحدودية كوسوسوا لما في جهة الوطن التونسي أو في جهة شقيقة الجزائر. والجلسة هذه اللي دامت يومين في العاصمة الجزائر خرجت بورقة طريق. الورقة نتاع الطريق هي فيها تخرجوا فيها 4 بوان دونكسيون، حط لي 4 بوان هذوما يمسوا السبعة ولايات التونسية اللي عندها علاقة مع الحدود الجزائرية، وهما ولاية جندوبة، ولاية الكاف، ولاية القصرين، ولاية قفصة، ولاية تنزر، قبلي، وتطاويل. سبعة ولايات، سبعة ولايات حدودية مع الجزائر. واضح. بس خليني نوضح، فما جمل نحب نقراهم. أنا ديما نحب نتكلم باللغة على الدارجة. ليش نقرا لي 4 بوان اللي هما كانوا المحور الرئيسي في ورقة الطريق هذه اللي ظاهرة عملنا فيها. النقطة الأولى هي تطوير المعابر الحدودية وجعلها أقطابا للتنمية. كما تعرفوا أنتم، احنا معنا مع الشقيقة الجزائر كانوا المعابر الحدودية كانوا برشا، توقعوا 10 معابر حدودية. وكل ولاية فيها قداش من معبر، مثلا جندوبة قداش من معبر، قصرين قداش من معبر. النقطة الثانية هي وضع استراتيجية مشتركة على المستوى المحلي لمجابهة الأخطار الكبرى. مثلا تتفكروا في الصيفة الماضية ولا اللي عاودها علينا الحرائق اللي وقعت في شير الجندوبة. صحيح. دونك باش نعملوا استراتيجية مشتركة بين تونس والجزائر لمجابهة الأخطار الكبرى. احنا مش كما فماش كان الحرائق، فما ينجموا يكونوا الثلوج، فما ينجموا يكونوا الفيضانات. دونك باش تعمل استراتيجية مشتركة ما بين البلدين. النقطة الثالثة هي تهيئة المناطق الحدودية المشتركة وجعلها أكثر استقطابا للمشاريع والاستثمارات المشتركة، وفك العزلة عن هذه المناطق وتثبيت المواطنين في مكانهم. والنقطة الرابعة والأخيرة هي التنمية المشتركة للقطاعات الحيوية كالصحة والفلاحة والسياحة. السياحة نحكي عليها من الآخر بالكل. الكاتر بوان هذوما هما كانوا نجم تقول خلاصة نتاع المواضيع اللي حكاو فيهم السادة الولايات، السبعة ولايات اللي مشاو مع نظرائهم السادة الولايات نتاع الأماكن اللي مقابلة في الوطن الجزائري. في الجزائر. نحب نحكي لك بربي توا، أعطيني شوية وقت باش نحكي كان على القصري، خاطر انا نمثل القصرين، باش نحكي على القصري. سيري ذا يفضلك، يفضلك سيري ذا دقيقه دقيقه ونص، خلينا نفهموا فيها الفكره. وي مدام، تفضل تفضل سيري ذا، نسمو فيك، تفضل. دونك احنا كي جينا ماشيين من هنا، عندنا كانت في القصرين يقولون منطقه التبادل الحر. هي منطقه التبادل الحر راهم يستفادوش بها المواطنين اللي في المناطق الحدوديه. كيف فما تبادل حر وفما اعفاءات وفما زون فرانش وفما دوستي وفما فما فما دونك شو وليت الاسم نتاعها هي في عوض منطقه التبادل الحر ولات منطقه التبادل للمنتوجات المحليه. بدلنا في الابيلاسيون باش تبدا يستفادوا منها المواطنين السكان اللي في المناطق الحدوديه، ولات اسمها منطقه تبادل المنتوجات المحليه من صناعة وفلاحة وصناعة تقليدية. هذوما كلهم إن شاء الله هذه المنطقة تتبادل المنتوجات المحلية كيما بريفي من الأول باش تعمل في بوشبكة،
باقي مانتونو مي تبقى العنوان تبدل باش ينجموا يستفادوا منه. وهذه علاش احنا نقولوا المنتوجات المحليه هي تزامنت مع التهيئه الجديده اللي باش تقع في معبر بوشبكه اللي هي تفوت 50 مليار على كاهل الدوله التونسيه، وفيها منطقه عبور فيها جون فرانش دوتي فري فيها. دونك جات حاجه وحويجه متزامنه مع المشيه نتاعنا، وسبحان الله ربي معانا في كل شيء. دونك النقطة الثانية اللي حكينا فيها هو مع إضافة إلى المنتوجات المحلية تبادل المنتوجات، نقطة هي اقتراح تنظيم عدد من المعارض سنويا تساهم هذه المعارض في إحداث حركية تجارية على طول الشريط الحدودي. هذوما النقاط اللي مشينا بهم احنا، هذوما أهم النقاط اليوم. النقاط بس نزيد شنو اقتراحات نتاع نقاط أخرى جاوا من الجانب الجزائري. أعطينا أهم اقتراح سي رضا، أهم اقتراح بفضلك. الاقتراحات رابيدمون نقول لك رابيدمون، ترجيع الخط البري الحافلة تمشي ما بين القصرين وتبسة، هذه رابيدمون باش نعملوها. ألون تيرم أموان تيرم هو الخط الحديدي اللي يربط حيدرة بقسنطينة عبر تبسة. اثنين، النقطة الثالثة هي فما مناطق أثرية مزيانة في عندنا احنا وعندهم هما، باش نعملوا سيركوي توريستيك ما بين الزوز مناطق ما بين الزوز بلدان. والنقطة الأخيرة هي التكوين احنا باش نحاولوا نكونوا للمواطنين في المناطق هذيك في الفندقة وفي الأثرية، معناها باش يقع تكوين منا ومنا تقريب من الجانبين. رابيدمون قلت لك لي بوان هذوما الكل. واضح. الله فيكم. مشكور جدا. مشكور جدا على التفاعل والي القصرين سي رضا الركباني، مشكور جدا على التدخل معنا على التوضيحات المهمه برشا. كنت هذيا كلام مسؤول اليوم اسامه. شكرا لك. مشكور جدا اسامه الحكيري. هكا نكون وصلنا لنهايه برنامجكم الشارع التونسي. تحيه كبيره لمنال في الاخراج، محمد في الاخراج الرقمي، انا ما بقى لي كمش نقول لكم لبنى بدا في الامان وباي باي.